استاذ حماده من الجيزه اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك. لو سمحت، احنا عندنا بتاع بركه كبيره كده ورا الاراضي الزراعيه تحت الجبل كده. ايوه. بتضرب جامد وبتضرب في الاراضي الزراعيه من تحت، ودرج الارض ما بتجيبش زرع يعني بسببها يعني. في بركه ميه تحت الجبل. تمام. ايوه. فبتصرف على الاراضي الزراعيه اللي حواليها. ايوه، تضرب في الاراضي عندك من تحت كده، نخليها الارض ما تجيبش طعم. طب محتاج نعمل ايه في البركه دي؟ زائد ان حضرتك الميه بتزيد يعني، هتطلع الاراضي بعد كده يعني. البركه دي تصافي الميه اللي هي بتيجي نازله مثلا امطار بتتجمع في المكان ده؟ ايوه. انا الجبل تصافي الميه. ممكن تبعد عن التلفزيون لو سمحت؟ انا بعيد عن التلفزيون خالص والله. حاضر. بص على التلفزيون شويه. ايوه من حضرتك يا فندم. بقول لك ايه؟ انت نعم دلوقتي حاضر. دي بركه طبيعيه صح؟ او انت اراضي خارج الزمام. اراضي ملك، اراضي زراعيه ملك باخر الجبل ده. طيب. اخر الملك بين الجبل وال. طب هي ما تواصلتوش مع حد في الري يقول لكم نعمل ايه، نعلي الحواف بتاعتها، ولا ما رحتوش لحد؟ في طعم الموضوع ده، في طعم يا فندم البركه دي، في طعم العياط، مركز العام محافظ الجيزه. حاضر. انت استاذ عزيز خدت رقم يا استاذ عزيز؟ حاضر. بشكرك وهتابعها لك عينيا الاثنين.